الورشة عبارة عن معالجة بالفن. طبعا كلنا متعرضين لصدمات إن كان بطفولتنا أو فترة الحرب، فهذا الوركشوب بتطلعي كل الشغلات اللي جواتك من خلاله بتفاصيل صغيرة، وبتعبر عن كل القصص اللي انت معاناي فيها او شيء سوداوي جواتك. مشاركين هون من مختلف الاعمار، في شباب صغار وكبار، وطبعا مو كل المشاركين هن فنون او خريجين فنون، في اشخاص كثير ناس طبيعيه. العلاج بالفن بفيد كتير، بداية ممكن تفرغي فيه عواطف، أفكار، خيال، والبروسس تبعية الشغل كمان ممكن تفتح لك قصص ممكن تواجهي فيها أمور ما بتواجهيها بالعادة أو مستصعبة، فمن خلال الرسم والأدوات والمواد اللي عنا فينا نعبر عن هذا الشيء ونواجهه. معبر عن التناقض اللي ممكن يكون بالإنسان واللي فيني، بين الأشياء اللي بتشوفيها جميلة وبين هي الأشياء اللي بتحسيها وبتحسي فيها وبتكون بشعة، فإنه عم عبر عن هذا التناقض اللي بيكون جوا. نحن لما عم نطالع مكنونات نفسنا على الورق ممكن يعطينا فسحة من الراحة قليلا، وممكن يعني نلاقي حل للمضي قدما. مقاييس العمر هي طالما الإنسان فيه قلب ينبض فهو قادر على العطاء، يعني موضوع العمر نسبي، طالما عندي قدرة على العطاء. والفن والعلم ما له عمر محدد، يعني ما في سن معين تقولي خلاص أنا انتهيت، لا، طالما عندي قدرة على العطاء فأنت لازم تعطي. حبيت التجربة، يعني إنه عم يعبروا عن حالهم، يعني ما في داعي مثلاً يرسموا شغلة جميلة مثلاً أو شغلة فنية كتير، يعني ما في داعي للاحتراف هون، يعني أنا هذا اللي لفتني يعني بالتجربة. تركت أفكاري تنطلق، يعني ما فكرت بشيء معين إنه أنا بدي طالع هاي الشغلة مثلاً أو هاي الفكرة، يعني بس إنه تركت حالي، بس يعني سردت يعني نوعاً ما.